السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الجي اس كا. ان شاء الله تكونوا بألف خير. توجور مع اخبار شباب القبائل. يعني البارح كثرنا لي فيديو بزاف، ما حبيناش نديرو، سنينا حتى اليوم باه نديرو فيديو هذا. قلت لكم في العنوان خطير ما يحدث لشباب القبائل. لايك باه يوصلكم كل جديد عن اخبار شباب القبائل، وثاني تحليلاتنا المتواضعه، وان شاء الله نكونوا في المستوى ان شاء الله. نبداو باه ما نطولوش عليكم في الفيديو تاعنا. اولا قلت لكم خطير ما يحدث في شباب القبائل على جمهور اتحاد البسكره البارح بالسبان والشتائم هذيك، دوك نحكيو عليها ونحكيو على ياسين يندد بشي اللي صرا والبطاقات الصفراء لي حراق ونسايح اللي راه تحرمهم من لقاء يوم الجمعه ان شاء الله امام اتحاد العاصمه. مباراه مهمه جدا، حرمونا من زوج جوار قاعدين يمدوا الافضل للشبيبه ومن احسن اللاعبين اللي في شباب القبائل، سيرتو حراق يعني صراحه. دوك نحكيو في الموضوع هذا، نوليو الموضوع تاع البطاقه الحمراء لانصار اتحاد بسكره. انا نظن ماشي غير سمو الانصار كامل، ولكن هادو اللي شتموا في الدخله بعد انا طفيت، يعني ما قدرتش تكون نتفرجوا مع العائله طفيه، يعني شتائم كبيره كيدخلوا شباب القبائل بالسبان والشتائم. هذه بطاقه حمراء لهم، وما نقدرش نهضر الموضوع هذا لانه موضوع ربما اعتبروا باللي بالكم في كل الملاعب صح، ولكن انا ندد برك في الحكايه هذه. لماذا الشبيبه دائما تعيش، شفناها وشفناها في قدام الملاعب دائما بالشتائم. البارح يعني والله حتى طفيت البورطابل ما كملتش تفرجت حتى من بعد، المهم تقريبا فاتني الهدف تاع وطاره. المهم ايسونسيال ان شاء الله ما تزيدش تحدث هذه مع شباب القبائل، ونحن نندد بذلك. المهم نولي الموضوع تاعنا المهم اللي هو انه يا ريشان ندد بالشيء اللي فعله الحكم البارح، بطاقات الصفراء اللي راح تحرمنا من لاعبينا. نحن نندد، هو دار نداء وندد بالشيء هذا، احنا نقولوا له واصل وما تسكتش ولازم تجيب حقك وينحيونا البطاقات، خاصه بالفيديو اللي كاينين يرجعوا الفيديوهات وينحيوا البطاقات هذو. هذا ما نطالبه ويطالبه الانصار، وان شاء الله اللي فيها الخير يجيبه ربي. شاركونا في تعليقاتكم، لايك دائما باه يوصلكم دائما جديد في هذه القناه المتواضعه. نتمنى انه كنا دائما عند حسن ظنكم، ومع فيديو جديد. سلام خاوتي.